بعد وصوله إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري في واشنطن للعلاج من فيروس كورونا المستجد، طمأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم عن صحته بتغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، حيث قال الرئيس الأمريكي في تغريدته: أنا بحال جيد، أشكر الجميع مع الحب. فيما ظهر ترامب قبل انتقاله إلى المستشفى في رسالة قصيرة عبر الفيديو نشرت على حسابه في تويتر قائلا: أريد أن أشكر الجميع على الدعم الهائل، مضيفا: أنا ذاهب إلى مستشفى والتر ريد، أعتقد أنني في حال جيدة جدا، لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام، والسيدة الأولى في حال جيدة جدا. وتعليقا على الوضع الصحي للرئيس الأمريكي، قال طبيب البيت الأبيض شون كونلي: إن حالة ترامب الصحية جيدة جدا ويخضع لمتابعة طبية دقيقة تحسبا لأي مضاعفات من الإصابة بفيروس كورونا. وأوضح الفريق المعالج لترامب أنه كان يعاني من سعال خفيف لكنه بدأ في التحسن، وهو ليس على الأكسجين ولا يعاني من أي صعوبة في التنفس. وأكد الفريق الطبي أن الرئيس الأمريكي لا يستخدم التنفس الصناعي، وأنه بدأ في تناول عقار ريمدي سيفير المضاد لفيروس كورونا والذي يمتد لخمسة أيام. وأكد طبيب البيت الأبيض شون كونلي أن ترامب سيبقى في المستشفى لحين التأكد من الشفاء، وقال: نقيم حالة الرئيس يوما بيوم ولا مؤشرات على احتياجه للأكسجين. وحول وضع السيدة الأولى ميلانيا ترامب، أكد كونلي أن وضعها جيد جدا ولا حاجة لدخولها إلى المستشفى. نبقى في أخبار كورونا وإلى السعودية، حيث أعلنت وزارة الصحة هذا اليوم السبت عن تسجيل 419 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليتجاوز عدد الحالات المؤكدة في المملكة 335 ألف حالة. وهذه نظرة على آخر مستجدات الفيروس اليوم في بعض الدول العربية.